بالنسبة للسؤال الثالث، أدركت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، فعند جلوس للتشهد الأخير هل يجب أو يلزمني أن أقرأ التشهد كاملا أم لا؟ شكرا أبو سارة، بارك الله فيك. سم سؤاله الثالث عن يقول إذا أدركت الإمام في الركعة الثالثة وجلس للتشهد هل أكمل جميع التحيات أم إلى النصف فقط وبعد ذلك أكملها فيما توقع من ركعات؟ نعم، اقرأ التحيات إلى أن يسلم الإمام ولا تسكت من حين تكبر وتدخل في الصلاة، وأن تقرأ التشهد متابعة للإمام، تجلس وتقرأ التشهد متابعة للإمام ولا تزال تقرأ حتى يسلم الإمام. نعم.